الاعلام وفي السوشيال ميديا هتسمعوها كتير الفتره اللي جايه. اخر حاجه معايا في ترند الاهلي، وانا اتفاجئت بصراحه بالتصريح، انا كنت اتوقع ان خلاص الموضوع اتقفل من امبارح، لكن يبدو ان مفيش فايده. الحساب الرسمي لسبورت 360 على تويتر نشر تصريحات لرئيس لجنه الحكام الكابتن عصام عبد الفتاح، بيقول ما يتردد بشان استبعاد الحكم محمد عادل من اداره مباريات الاهلي والزمالك عاري تماما من الصحه، نلومه فقط في حديثه عن بعض الامور الفنيه المتعلقه بمباراه القمه. الواحد لما بيغلط مهم جدا يتعلم من الدرس. التمادي في الغلط هو اللي غلط او هو اكبر الغلط. يعني الفتره الحاليه بعد التصريحات الكتيره دي المفروض الدنيا تهدى، وكل ما بنتكلم اكتر كل ما الغلط بيبقى اكبر. الحديث في الامور الفنيه انت بتخالف تعليمات الفيفا، مش فكره لا نلوم، وبنفسك انت قلت اكيد في عقوبه، ومش من المنطقي وانت بترأس لجنه مهمه زي لجنه الحكام تاخد قرار باداره محمد عادل لمباراه الاهلي في الوقت الراهن في ظل الازمه اللي احنا فيها دي. لا دي اداره ولا دي طريقه لاختيار الحكام في الفتره القادمه. لجنه الحكام عايزين نعرف فيها مين المسؤول عن التعيينات، مين المسؤول عن المحاضرات الفنيه، مين المسؤول عن الامور الاداريه، مين رئيس اللجنه ومين اعضاء اللجنه اللي تم اختيارهم من خلال رئيس اللجنه الكابتن عصام عبد الفتاح. اعتقد لو الامور دي احنا عرفناها هنعرف الامور ماشيه ازاي، لكن طالما الامور غامضه والتصريحات دايما هي اللي بتتصدر صفحات السوشيال ميديا كده احنا بنشتغل عكس ما رابطه الانديه المحترفه عايزه تشتغل. الرابطه بتشتغل صح، لكن كده اللجنه بتفسد عمل الرابطه. اتمنى الفتره الجايه يكون فيه هدوء في التصريحات.